تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسترك يا احمد. شكرا لك. كنت عايز بس حضرتك تديني ساعه من فضل حضرتك تسمعني، لان بس اسمعك، بس اسمعك، انا عايز اسمعك بس مش عارف اسمعك مع الاسف، في مشكله في الصوت كده. سامعني كده؟ سامعك. طيب تمام، جزاك الله خير. حضرتك بس انا دلوقتي من ساعه ما اتجوزت في مشاكل زمان كتير مع يعني اهلي مع زوجتي، والموضوع ده ترتب عليه حاجات كتير جدا. ان انا طبعا كنت دايما اصلح ما بينهم. كنت بتحبها؟ كنت بتحبها؟ بتقول لي كنت بتحبها؟ وما زلت بحبها. طب ما انت شاطر اهو، يعني ما تقوليش كنت بقى. لا انا بتكلم على المشاكل اللي كانت موجوده. لا اقول انا احبها، ودي تحل كل المشاكل يا 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 يا, يا احمد، دي تحل كل المشاكل. بس انت ذاكر كده ثانيه واحده، انا احبها، كنت وما زلت وسابقى. فكل مشكله حبيبي هتهون لو عندك يقين بده. انت مسافر؟ انت على سفر غير مغترب؟ استنى، انت الدوحه؟ قالوا لي انك من الدوحه. قطر. انت في قطر ومراتك في مصر ولا معاك في قطر؟ جاوبني كده بسرعه. لا معايا معاك معاك. يبقى قطر روكسي يا واد، بدل معاك تبقى قطر. انت منين محافظه؟ انا من القاهره، من الهرم. يبقى قطر القاهره ما دام الاموره معاك. قول لي ايه المشاكل بقى براحتك. قول. انا المشاكل بقى ايه؟ انا لما يعني كنت قاعد مع والدي ووالدتي في البيت، كنا مشاكل ما بين اختي الصغيره وما بين كنا الحاجات اللي هي كانت. استنى يا احمد والنبي، عشان خاطري، عشان خاطر ربنا وخاطر الناس والوقت والدنيا، هو انا بقى انا والاموره في قطر بنستذكر ونسترجع لما كنا مع ابويا؟ انتوا غايبين عايزين النكد يسافر بطياره معاكم ليه؟ ما انتوا سبتوا النكد لاصحابه. هم موجودين هنا. ابوك وامك روحين في قطر؟ ده كلكم هاجرين بقى. ايوه. طيب حاضر. كلنا قاعدين هناك. طيب. كلنا قاعدين في بيت واحد، وحصلت مشاكل وبتاع اكتر من مره، ووالدي يطردني بره البيت. يعني ومشاني بره البيت، ورحت خدت سكن لوحدي وقعدت لوحدي وكل حاجه، وخليت الامور ما جت عنا سنه وسنتين. باباك بيطرد بقى؟ ايه مناسبه الطرد يا احمد؟ ايه مناسبه الطرد؟ ايه مناسبه انه يطردك؟ مناسبه الطرد ان مشاكل اختي الصغيره مع مراتي. يعني هو طبعا اختي ما بيسمعش من حد، يعني هو بنته خلاص. بنته انا مجوزك مشكلة. انا مجوزك تقريف لبنتي؟ ما هي بنتي زي ما انت ابني. امشي يا واد. اوف. اتفضل قول. فاهم حضرتك ازاي؟ عارف. وبعدين بعد ما يعني طلعنا من البيت ورحنا اكتر، رحنا سكن وقعدنا لوحدينا، والامور سكتت بعد سنه واثنين بينا كويسين، ورجع العلاقه زي ما كانت. حصلت مشاكل ما بيني وما بين زوجتي. ايه؟ تمام؟ وشكت والدتي وبتاع. وبعدين بسبب ان هي اشتكت لهم، جه والدي عنفني انا وقال لي لازم تمشيها من بلد وتسفرها وما تقعدهاش معاك، وكان عايز يوظف بيتي وقال لي هيزيد في شغلك لو ما مشيتهاش. انت مخلف؟ هم دلوقتي انت مخلف؟ انا عندي ولد وبنت. وتمشيها وتاخد الواد والبنت ولا تديهم لابوك يربيهم هناك؟ لا هم قال لي نزلها عند مامتها، ونزلها مصر عند مامتها، ونزل عيالك ومش عارف. واقعد اتشحتف انت بقى، واقعد اتشحتف، وابوك يبقى سعيد وهو شايفك قدامه بتتلوى على عيالك. ايه الهبل اللي احنا فيه؟ ودلوقتي هما مقاطعيني، وخلى اخواتي يقاطعوني. واد يا احمد، يا واد يا احمد جاوبني. واد يا احمد. ايوه. انت شايف مراتك؟ انت شايف مراتك جلبت نكد وما تتعاشرش وفعلا وحشه مع اختك؟ بس خلاص شكرا. لا خالص. خلاص شكرا عشان توفر. هي كانت مع اختي ايه؟ كويسه وكل حاجه. قول 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 قول. اختك عندها كام سنه؟ استنى اختك عندها كام سنه؟ اختي عندها حوالي 26 سنه. 26 ما اتجوزتش؟ او 25 سنه. ما اتجوزتش؟ لا لسه. معقده وكارهه مراتك عشان كانت عايزه تحصلها في جمعتها او قبلها بثلاث جمعه،
فبتطلع احباطاتها عليها. اشمعنى انت اللي خدت اخويا؟ لا هو امال اعمل ايه؟ امال احلل ايه؟ امال اقول بتنكدوا على بعض ليه؟ يا مراتك وحشه، يا اختك وحشه، يا الاثنين وحشين. هو لا هي متدلعه، متدلعه عشان هي اخر عنقود، هي متدلعه عشان البنت اللي اخر عنقود. ايه بس يا راجل؟ هي فيها عناقيد؟ انا الولد الوحيد، انا الولد الوحيد، فهي اي حاجه، اي حاجه منها مسموعه له، اي حاجه منها مسموعه لوالدي. انا نكر اكني مش موجود في اوعى تنزل مراتك. اسمع كلامي وانت لسه معايا على الهوا وابوك سامعني. اوعى تنزل مراتك ولا اولادك وتاخد شقه تحط فيها مراتك بعيد عن اختك، وما دمت شغال وعندك عيلين ربيهم، و في نفس الوقت تروح تبوس رجل ابوك قول له يابا انا بعتها، اعتبرها كان انا وديتها مصر. انا دلوقتي ابنك ما شوف مبروك. لا ما لا هتسمع انت مش انا بقول مش انا استنى يا احمد استنى يا احمد استنى يا احمد مش انا لسه بقول احنا الحوار بتاعنا لا حقق مصلحه ماديه ولا حقق مصلحه معنويه؟ ما هو انا كده كل ما اقول لواحد حاجه اقول اصلي بصلي. انا لو مكانك انا الكلام ده اسال عليه يوم الدين عند رب العالمين. انت قلت لاحمد ايه؟ اقول له قلت يعني يعزل مراته وولديه ولا يشحتفش عليهم عشان هو متجوز، عشان سكنه موده ورحمه والطفلين يبقوا معاه ويسعد مراته ومراته تسعده. ابوه نقره تانيه ملوش دعوه بمراته. ابوه له احمد بس. وطي اركابك يا واد. يقول له حاضر يا بابا. ويروح اخر الليل لمراته ويقول لها انت بابويا وانت ابن امي، ويجي عند ابوه يكذب على ابوه ويقول له مرت مين وبتاع مين. انت عارف ابويا لو انا مش جايب منها الواد والبنت دول والله ما كنت قعدتها، وانا اطيق عليك الهوى. انما بقى امرنا لو العيال دول بيحبوك يا ابويا حب، وهي غلبانه ابويا، ويسعى برضه ويسعى في الصلح كده كل شويه يقول له دي طيبه دي بتحبكم، وبرضه يروح يقول لها ده بيقولوا يحبوكي بيسالوا عليكي، عسى الله انها تندمج معاهم ويعيشوا وانتوا كلكم في غربه. ما اندمجوش ان شاء الله ما تنيلوا على عينيهم. لكن انا اقول لابني صفر مراتك بعيالك يا حلاوه، واقعد اشوفه شبح، اشوفه قدامي شبح، بقيت انا كده اب، اشوفه بيتلوى بالليل شوقا الى زوجته او شوقا الى طفله، بقيت انا ابا يا ابي كده. ده انا بقيت وحش كاسر، بقيت مجرم، بقيت حاجه مش بني ادمين اساسا، مش من اسلام ودين. لا هي اخر العنقود ولا اخر عنقود ولا حاجه، ولا متدلعه ولا نيل. هي حاسه بكده بان اشمعنى دي تتجوز اخويا وانا احلى منها. شفت شعري يا ماما؟ شفت شعري يا ماما؟ الفاصل جه هقول اللهم ان كل دعائي ورجائي ان اصحو على طاعتك وان انام على رضاك. فاصل قصير جدا. فانت حضراتكم حوار القران. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، يا ابتي افعل ما تؤمر. هل ده ممكن نستغله؟ هو بس مش احمد في قطر، الدنيا كلها معكوكه. انا بسال احنا ممكن نعمل كده؟ يعني هتخيل المشكله دي بين مرات احمد وبين اخته، يبقى يا اختي ها هي وقعت سكر اجيب لك كيلو سكر، هي خدت البرفانه منك هجيب لك اتنين يا اختي، شكرا يا اخويا وننام الليل سعادة. ممكن حوار يبقى كده؟ ده لازم يبقى كده. على فكره ان ما كانش يبقى كده مش هننفع، هنفضل عكا عكو عكا عكا عكو عكا. هي خدت البرفان منك؟ لا. هي عملت لك اي مش؟ لا. هي خدت هدومك؟ لا. هي قالت عليك كلمه وحشه؟ لا. طب امال يا حبيبتي مالك بتعملي معاها كده؟ كده مش طايقاها. يقولها حته في العلم قد كده. المسلم اللي ما يطيقش مسلم يراجع ايمانه. مش لازم ان انا اطيقك تقعد معايا ليل ونهار، يعني ايه الثلاث اربع دقايق؟ برضه دي معلومه مهمه جدا. احنا مفكرين ان عشان ربنا يرضى عنا والدنيا تبقى جميله ان احنا ايه نعك مع بعض ليل ونهار ونستحمل بعض ليل ونهار ونموت من الحسره. لا، اللي ما تطقوش ما تكلموش كتير، هو شورت انسر. انت ما انتش طايقه ما تفتحش مجال الحوار، هتكرهه اكتر وهتقوم تخنقه وهتبقى مجرم، يا اما هتسيب له البلد وتطفش. حاجه كتير جدا ممكن يكون في حوار كده. طب اول واحد بقى، لو واحد بيقول للتاني اني مش اعرف في المنام اني اذبحك، طبعا دي رؤيا انبياء ورؤيا الانبياء حق ووحي، لكن ما يجيش واحد ينهف في سنه 2016 ويقول لابنه اني ارى في المنام اني اذبحك، ده مجنون رسمي. وابنه لو سمع كلامه يبقى عاصي، لا طاعه للمخلوق. الانبياء حاجه تانية، بس انا بسال على نتيجه الحوار. شوفوا الحوار، الحوار
اني ارى في المنام اني اذبحك. هخليك تقول له مش اني ارى في المنام، لا اني ارى في اليقظه بعد ان راجعت اوراقي ان انا محتاج منك 5000 جنيه. اول حاجه يقولها لك ها، ويجي هارش كده ها، دي داخله في الحوار؟ ما تقول اي او لا بس وخلاص ونقلب الصفحه كده. ما تقول اي او لا ونقلب الصفحه على طول، نشوف جمله تانية، اشوف انا غيرك استلف منه. انما والله انت عارف اصلا من 3 اشهر كانت ام محمد المدام قالت ان اخوها عنده مشروع على بال ما يقول له ما عادش في البيت ولا جنيه، يكون حكى له روايه عنيفه وحشه سيئه تقرفه في ذاته. انا عايز اعرف القصه ولا الروايه ولا انت صادق ولا انت كذاب. انا عندي قران بيقول الست بربكم؟ قالوا بلى، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هي كلمة لكن التلكؤ في الحوار دليل على عدم التنفيذ. اللي بيناقشك عشان ينشف ريقك هو مش هيعمل اللي حضرتك بتقوله عليه، فبنكفك معانا مين؟